كاينش والله ما كاين لي سيو ماك شحال راهي منا ماكش اللي يعطي لك كاع الاسوام. واش عندك سيارات؟ واش عندك؟ عادي سياره اوبترا 2008 زيرو صبيغه ما كاينش لي سيو منها. غير يقول لك فيه راهي فيه راهي ويجي رايح. بصح باش يعطي لك بري ولا ما كاينش. راك تدير لها سومه والله ما نكذبش عليك انا ماش دير لها سومه نمشي على حسب السوق واش يقول السوق انا ميح شكون اللي محتاج دراهم فانين كاين اللي راهو يهضر يقول لك يا ودي السوق بعد ما دخلت سيارات شيري هذه بعد ما دخلت سيارات شيري ودخلت سيارات من نوع الفيات هي اللي اثرت على السوق راك تشوف فيها هي صح اثرت كشغل هذا الخبر اثر بصح ما كشغل ما كانش ما دام ما كانش جديد ما حتى يدخل بصح اثر في السوق شويه الخبر بصح محسوب باش يهبط السوق لازم كيما نقولوا احنا لازم يدخل جديد انت تفضل سياره جديده ولا تشري السيارة؟ لا جديد ما نكذبش على اخويا صراحه راح جديد خير من مستعمل ماذا بينا نطوروا احنا والزوالي مسكين يركب عليه هلا كاين اللي مسكين والله غير مشتاق لي يدور مع اولاده ويحوس سبحان الله تحيه جديد وماذا بينا السوق يزيد يهبط يا والله زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.